طلاب الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة حسنة إن شاء الله. هذا كتابنا الرياضيات، سيتم تسليمه اليوم وغدا. الكتاب جميل جدا. هاي بداياته، صور، هذه النشاطات راح نعملها إن شاء الله. هاي عندنا الأعداد، 1 و2 و3، وهنا عندنا حل تمارين كتبتها، وهي عندنا 4 و5. هذا كتابنا الرياضيات. ننتقل لشرح الأعداد الجديدة. أخذنا في الحصص السابقة عن الأعداد 1 2 3. واحد عنا دولفين، 1 2 عندنا ديناصور عدده 2، عنا 3 دببة. اليوم بدنا نكمل العدد الذي سيأتي بعد 3 لنرى ما هو. عنا 1 ملقط 1، لما جبنا له الملقط لونه أحمر سأصبح عنا 2، جبنا كمان ملقط صار عنا 3 ملاقط، عددهم 3، 1 2 3. لو أضفنا 1 يصبح عندنا 4، 1 2 3 4. لو أضفنا كمان 1 يصبح عندنا 5، يصبح عندنا 5، 1 2 3 4 5. إذن اليوم سنتحدث عن العدد 4 والعدد 5. العدد 4 والعدد 5، 1 2 3 4 5، 4 5. لنرى. لو ماما ذهبت إلى السوق لتشتري أكواب للشاي، هي عندها بس 4 أفراد، الأم والأب ولها أولاد 2، كم كوب بدها تشتري؟ فكروا، ماما وبابا وإخواننا 2. نشوف كم كوب اشترت ماما. اشترت 4 أكواب، 4 أكواب للبابا والماما وأختي وأخي، أو أنت وأخوك، أصبح عندنا 4 أكواب. إذن عندنا 4 أكواب، 1 2 3 4. إذن ماما اشترت 4 أكواب، أسرتنا مكونة من 4 أشخاص، اشترت 4 أكواب. ننظر إلى كتابة العدد 4، 4، هذا كتابة العدد 4. هي العدد 4 هون مكتوب كلمة 4، إذن هذا العدد 4. إذن عندنا 1 جاء بعدي 2 3، أصبح عندنا 4. أحسنتم، 4 أكبر من 3 والاثنان والواحد. لنرى العدد الذي سيأتي بعد 4. نقول ماما ذهبت إلى المكتبة لشراء بعض الألعاب لأختي الصغيرة، فوجدت ألعاب في المكتبة بأشكال مختلفة، فاشترت من كل شكل 1. اشترت هذا الشكل وهذا 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 وهذا، فكم لعبة اشترت ماما؟ نعد، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. ماما اشترت 5 من الألعاب، 5 ألعاب، 5 لعب، 5 أشياء. إذن عندنا العدد هون العدد 5، 5، وهو يأتي بعد 4.
أربعة بعدها خمسة، أربعة بعدها خمسة، أحسنتم. هذه خمسة وهذه خمسة، أربعة. إذن نعيد، عندنا العدد واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أربعة، خمسة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن عندنا خمسة لعب، وعندنا أربع أكواب شاي. إذن اليوم تعرفنا على العدد أربعة وعلى العدد خمسة، فأصبح عندنا تعرفنا على العدد واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة. عندنا خمس تفاحات، وعندنا هون أربع نجوم، عندنا هون أربع أكواب من الشاي، وعندنا هون خمس قطع من اللعب من الألعاب. خمس أربعة، خمسة أربعة خمسة، هون عندنا خمسة، خمس تفاحات وأربع نجوم، خمس تفاحات وأربع نجوم. هلأ ماما شو حكت لنا؟ قالت لنا الشاطر اللي بده يحط العدد المشابه للعدد الآخر. يعني عندنا أعداد متشابهة، عندنا أعداد متشابهة بالسطر الأول، أعداد متشابهة مع السطر الثاني. بدنا تقول لنا، يلا بدنا نشوف أنه الشاطر اللي بده يحكي لي أين العدد المشابه للعدد أربعة. هل هو خمسة؟ طبعا لا، هذا خمسة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهذا شكل العدد خمسة. المسألة لنا أنه هذا خمسة وهذا نحط واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، إذن هذا هو العدد أربعة. إذن بوصل العدد أربعة مع العدد أربعة، فماما بدها تكون مبسوطة منكم كتير. إذن وصلنا العدد أربعة مع العدد أربعة، عدد أربعة مع العدد أربعة. طبعا ما بصير إن أوصل العدد أربعة مع العدد خمسة، لأنه الخمسة أكبر من الأربعة. نجي للخمسة، هل نوصل الخمسة مع الأربعة؟ نوصل الخمسة مع الأربعة؟ طبعا لا، ما بنقدر إن نوصل الخمسة مع الأربعة، بدنا نوصل الخمسة مع الخمسة. وين الخمسة يا حلوين؟ أحسنتم، هاي العدد خمسة، وصلتوا مع العدد خمسة. إذن كتابة الأعداد، عرفنا أشكالهم، عرفنا أربعة أربعة، نحفظ هذه وهي، خمسة خمسة، ثلاثة ثلاثة، اثنان اثنان، واحد واحد. إذن عندنا الأعداد من واحد إلى خمسة، من واحد إلى خمسة. خلينا نكتبهم، حطينا السطر، نكتبهم واحد واحد، اثنان اثنان، ثلاثة ثلاثة ثلاثة. ممكن نكتب أربعة بهذا الشكل، أو بهذا الشكل، أو بهذا الشكل، بس ما بيصير إنه يكون أطول من هيك. يعني ممكن إنه نكتبه العدد أربعة بهذا الشكل، بس ما يكون أكبر من هيك. طولناه أكتر بيصير عدد آخر. عندنا خمسة خمسة، إذن بنعيد، الخمسة ما بتنزل عن السطر، خمسة لا ما بتنزل عن السطر، ولا أي عدد فيهم بينزل عن السطر. حكينا هاي لازم نكتبها بهذا الشكل، ما تكونش طويلة، بدها تكون قصيرة أو بهذا الشكل، الشكلين كويس. إذن نتعرف على الأعداد، نعيد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. لو سألتكم يا أول أيهما أكبر عدد فيهم في اللي أخذناهم؟ أيوة العدد خمسة، رائعين، العدد خمسة هو العدد الأكبر، والعدد الأصغر
العدد واحد. احنا هلأ بنحكي عن الأعداد الموجودة عندنا، أكبر عدد فيهم الخمسة وأصغر عدد فيهم الواحد. بدنا نرتب الأعداد من الصغير إلى الكبير. واحد واحد، أصغر عدد عندنا واحد، بعد الواحد بعد الواحد اثنان اثنان. إذن أصبح عندنا واحد اثنان واحد اثنان، هذا الواحد ثم الاثنان، بعد الاثنان ثلاثة، بعد الاثنان ثلاثة، بعد الثلاثة أربعة أربعة أربعة، وبعد الأربعة خمسة خمسة. إذن عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، عندنا خمسة، حكينا الأربعة. إذن تعرفنا على الأعداد من واحد لخمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أربعة خمسة، هون خمسة أربعة. هلأ بدنا إن شاء الله الحصة القادمة سنتعرف إنه الأربعة شو الإشي اللي بنجمعه مع بعض بطلع لنا العدد أربعة. إن شاء الله الحصة القادمة رح نتعرف عليها. عندنا هون الأعداد رتبتهم من الصغير إلى الكبير، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. لو حكينا من الكبير بدنا ننزل للصغير، خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد، وهكذا نكون قد أتممنا الأعداد من واحد إلى خمسة. إن شاء الله نلتقي غدا على خير وسلام، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلمتكم رجاء أبو خلف.